سؤال ثالث، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بيقول انا امبارح كنت بصلي صلاه العشاء في الصف الاول وصف، وكان فيه رجل معاق جالس على كرسي وفي السجود بيجلس على الارض وهو يقوم ويقعد على الكرسي وقع، فما كنتش عارف اعمل ايه. انا اتحركت خطوه للامام وقومته ورجعت ثاني الى الصلاه، فهل صلاتي باطله لانني تحركت فيها ام صحيحه؟ افادكم الله. فعلك طيب وعملك طيب. هذا السائل الكريم يصلي، رأى رجلا يصلي أمامه يجلس على كرسي وقع، انزلق فوقع، فأسرع في صلاته وقومه وأعاده مرة ثانية، لا شيء في هذا، صلاتك جائزة وصحيحة ومقبولة عند الله إن شاء الله رب العالمين. وهذا العمل وهذه الحركة التي كانت في الصلاة لا تبطلها لأنها ليست متعمدة، وإنما أنت فعلتها من باب الواجب عليك فعله، فعلا كان واجبا عليك أن تفعل هذا الفعل، ولا شيء في هذا إن شاء الله.